يا أهل السويق، أذيل 5 ريال أجر لك سهم وقفي في حياتك وفي قبرك، ما حد بينفعك، بتنفعك هال5 ريالات. إيش عندي اليوم؟ أنا في العريج وفي ولاية السويق، وأمامي جامع اسمه جامع العريج، 8 سنوات متوقف، والحين حن نبنكمل هالجامع ونبنجمع كل سهم قيمته 5 ريالات. يرضيكم أن العالم يصلوا في هذا المسجد المؤقت؟ لا، نبى إن شاء الله أن هذا الجامع يكتمل بكل مرافقة ويستفيد منه منطقة تجارية العريج، منطقة تجارية، وعلى الشارع العام المتبقي فقط يا أخوان الكماليات الداخلية من ديكور، من سيراميك، ومن الأمور البسيطة. وبإذن الله أهل العريج وأهل الشارع العام، أيوه من الشارع العام، بإذن الله بيصلوا في هذا الجامع. هذا الجامع من الداخل ما شاء الله باقي التنزيل وباقي التكييف وباقي الفرشة وباقي بعض الإكسسوارات، وبكذي بإذن الله يكون هذا الجامع جاهز بأن المصلين يصلوا فيه. هينكم يا أهل السويق، يا أهل السويق، يا أهل الخضراء، يا أهل العريج، يا أهل عمان، يا أهل الخير، وين ما كنتوا ما تعلمون قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. انشروا هالفيديو في كل أحد مع كل أهل السويق، ونبى 5 فوق 5 يكتمل بناء جامع العريق. هذه أرقام الهواتف، وهذا الرقم الحساب البنكي، سيف وحول سهمك 5 ريال.